طيب عايزين نبدا نعمل صفحه الايه signup.phpbd. هروح كده كليك يمين وعمل نيو فايل. قال لي صفحه اسمها ايه؟ قلت له اسمه ساين اب مش دوت اتش تي ام ال، انا اسف دوت ايه بي اتش بي. قال لي فيها شويه اكواد. قلت له لا مع السلامه، مش عايزين كل الرغي ده كله، مش محتاجين معانا، مش ايه مش معانا. صفحه فاضيه خالص. قلت له زي الاندكس بالظبط دوت بي اتش بي، كنا بنسترجع الهيدر وبنسترجع الفوتر، بس مكان البادي هنستخدم مين؟ هنعمل بقى الكود بتاع الساين اب بقى. دخل اليوزر نيم ودخل الباسورد ودخل ايميلك ودخل مش عارف ايه. خلاص كده؟ قلت له يبقى نفس الكود ده بالظبط، او نعمله من الاول عشان ما حدش يتلخبط. اهو جوه الساين اب هقول له هنا خلاص كله هقول له انكلود وانس مره واحده عشان لو كان داخل قبل كده مش عايزينه. قال لي ايه؟ قلت له هيدر دوت اتش تي ام ال انكلود وانس فوتر دوت اتش تي ام ال. وهنا شغل الساين اب بقى، وهنا شغل مين؟ شغل الساين اب بتاعنا كله بقى نبدا نحطه هنا في الشغل في الجزء اللي هنا ده. بس هنا بقى ما نقولش بقى ننادي على بعضي، لا احنا هنا نكتب بقى الكود بتاع مين؟ بتاع الساين اب. بتاع مين؟ الساين اب. كان عندنا في الديزاين، او تعال نبص نعمل ديزاين، يعني نعمل ديزاين ونشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. يعني لو جيت دلوقتي قمت قائمه انسيرت او شاشه انسيرت، طبعا لو مش لاقيها من ويندو وايه؟ وانسيرت. قلت له عايز انسيرت فورم. فورم يعني ايه؟ شاشه. بس خد بالك ده مش كود بي اتش بي، ده كود ايه؟ اتش تي ام ال. يعني لازم افصل بقى الكود بتاع البي اتش بي دوت عن الكود البي اتش بي ده عشان احط اتش تي ام ال هنا في النص. ولا مش معايا؟ هنا دلوقتي عايز اكتب كود اتش تي ام ال. تمام كده؟ في عندي حلول كتير. الصفحه دي تبقى صفحه تجميع، يعني ايه؟ هقول له انكلود وانس الهيدر، انكلود وانس الفوتر، واقول له هنا في النص انكلود وانس صفحه اسمها صفحه اسمها ساين اب. ونكتب فيها الاكواد كلها ونعيش بقى، وبعد كده بقى نسترجعها ونخلص دماغنا. دي شكل. ده ايه؟ ده شكل. يا اما هقول له والله كده انا خلصت كود البي اتش بي هنا، وده كود بي اتش بي تاني مختلف تحت. يبقى قسمتها، ادي كود بي اتش بي وادي كود ايه؟ بقيت انا هنا حر. بقيت انا هنا ايه؟ حر. زي ما تحب، انا افضل كده. لما نشوف، لغايه لما نشوف. لان هيقابلنا مشاكل كمان شويه. هيقابلنا مشاكل كتير كمان شويه. بقول له ماشي. هقوم جاي من انسيرت. وانا عايز انسيرت ايه؟ فورم. قال لي الاكشن، اكشن يعني لما اجي انادي. الاكشن دي يعني لما الراجل يدوس على الزرار. سيب بقى جهازك بقى عشان ما تضايقنيش خالص. يعني لما الراجل يدوس على الزرار بتاع الصفحه دي ويدوس تك خلاص كده، ايه الكود اللي هيشتغل؟ ايه الصفحه اللي فيها الاكواد اللي هتشتغل؟ الصفحه اللي فيها الاكواد اللي ايه هتشتغل. قلت له والله الصفحه اللي فيها الاكواد هتشتغل هي ساين اب برضه. يعني انت لما تدوس على زرار ساين اب برضه هي اللي هتروح تشتغل، ولا انا هكتب البرمجه هنا؟ لان هكتب البرمجه ايه؟ هكتب البرمجه هنا. فالاكشن قلت له الاكشن والله زي ما قلت لك هيبقى برضه اسمه ساين اب دوت بي اتش بي نفس الصفحه. قال لي الميثود اللي هتشتغل بيها جيت ولا بوست؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ جيت ليها حد ادنى في المعلومات، يعني ما بتشيلش كلام كتير ورغي كتير، والكلام اللي فيها مكشوف. يعني ايه مكشوف؟ لما تيجي تدوس كده بتلاقيه كتب لك من فوق كله ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ومن فوق كده في العنوان تلاقيه مكتوب من ورا بعض. اما بوست لا، في الخفه والدره شويه، ما بيبانش كده للناس كلها. يعني مثلا لو صفحه فيها باسورد ما ينفعش تعملها جيت. لما تبقى جيت هتيجي تبص فوق هتلاقي الباسورد مكتوب فوق. فاهمني؟ موجود فوق في العنوان، في الادرس، في الادرس فوق. وفي نفس الوقت لو في كلام كتير في الصفحه ما ينفعش تحطه في الايه؟ في الجيت، يبقى لازم احطه في الايه؟ بوست. انكودنج تايب، نوع الانكودنج لسه ما اتكلمناش عنه، مش عايز اتكلم عنه دلوقتي. اسم الصفحه قلت له مش مشكله، ممكن اسميها ساين ايه؟ ساين اب.
التارجت تفتح فين ما حددتش، معناه ان تفتح مكانها ما حددتش التارجت، مش مهم التارجت دلوقتي ده اوكي. اهم حاجه في القصه دي الاكشن والميثود. الاكشن والايه النيم ده مش مهم. يبقى عندي اكشن وعندي مين وعندي ميثود. سيبك مني هنا، دي الفورم بتاعتك. هاجي في الفورم هنا عايز انزل جدول، انسق في العرض بتاعي من فوق عنوان سبسكرايب فور وذ مي، اشترك معايا بس. بعد كده تحتيها اسمك ايه، اي حاجه يعني اي شويه بيانات، مثلا الاسم، النوع، الايميل، ايه تاريخ البلاد، مش مهم قوي، ايه البلد مش مهم قوي يعني بالنسبه لواحد بلوج بتاعي. انا مثلا واحد جاي يشترك معايا لازم اعرف جنسيته ايه، او معظم الناس تبقى مصري وخلاص يعني، بالنسبه لي ان ده المكان اللي احنا عايشين فيه. لكن ممكن تحط الجنسيه، بس تقعد بقى تجيب كل الجنسيات بقى، واحد يقول لك انا مش محطوط جنسيتي انا ومش عارف ايه، يعني بنبسط الدنيا خالص. واليوزر نيم والباسورد وسؤال الامان والاجابه بتاعته عشان لو نسي الباسورد يعرف يرجعه له، كام تمن حاجات وخلاص. ومكان نطلع فيه الرسائل لو في اي اخطاء. ايه ماشي. ومكان للزرار ده 10 وريبيت يبقى كده 11 مثلا، لو احتاجنا اكتر نبقى نزود. فهم جاي كده من انسيرت بس مش فورمز، اقول له حاجات كومن، حاجات ايه حاجات مشهوره من فورمز، اختار هناك ايه كومن، ومنزل تيبل، ومنزل ايه تيبل. خد بالك انا بحب اول حاجه احطها الفورم، بعد كده فليكن ما يكون في النص، لان لازم يكون في شاشه صفحه كلها فيها فورم واحده كده وكده، وفي النص اعك بقى زي ما انا عايز اعك خلاص كده. فمنزل هنا تيبل، قال لي كام رو التيبل ده مثلا 11، كام كولوم قلت له 2 3 زي ما انت عايز خلاص، ودايس اوكي. ممكن لو اخترت ليفت كده معناها ان اي حاجه تتكتب هنا هتبقى بولد شويه وفي النص، زي كلمه يوزر نيم، كلمه باس، كلمه مش عارف ايه. فاقول له ماشي خليها دي بتاعت ليفت عشان الكلمات اللي هي تبقى بولد، دايس اوكي، هتبقى دي اتش. لاحظ ايه اللي حصل، تعال نبص على الكود عشان نبقى فاهمينه كويس. نزل اول تيبل البوردر بتاعه زيرو يعني ما يظهرش، تي ار يعني اول صف في خليه الاولى، الخليه الاولى مكتوبه تي اتش. تي اتش كل الفرق ما بينها وما بين تي دي ان تي اتش هتعمل الكلام بولد وفي النص ماشي، بعدين تي دي ثانيه وتي دي ثالثه هتبقى فاضي خلاص كده. بعد كده تي ار ثانيه نفس القصه، تي اتش هيبقى بولد وفي النص، وبعد كده تي دي ثانيه وتي دي ثالثه والى اخره، كل صف من ثلاثه من ثلاثه. قلت له اول واحد خالص، اول واحده خالص هنا اول تي ار اللي هو اول صف خالص، هيبقى الخلايا اللي جنب بعض كلها الثلاثه مدمجين. احنا جينا بصينا كده في الديزاين هيبقى ديزاين صعب عشان احنا خلاص جمعنا. ممكن تهيش ده، تهيشه يعني توقفه، تهيشه يعني ايه تهيشه كده يعني ايه اوقفه مؤقتا عشان الديزاين بس ما يبقاش صعب، عشان تظهر معايا حاجه سيمبل وبسيطه. بعد كده ابقى اشيل التهيش ده، بعد كده ابقى اشيل مين التهيش ده. يعني لو فتحت كده الوضع بتاع الديزاين او السبليت برضه ما رضاش بالتهيش، فبنعمل كده شرطتين مايلين ناحيه اليمين. طب اديني قفلتها لك وافتح لك تاني، ممكن يكون مش قادر هو خلاص عمل لودنج للملفات فمش قادر يظبطها في العرض. ايوه كده تهيش او دول الاثنين شغال. انا عايز اعمل ايه التلاته اللي جنب بعض دول صح، دي ودي ودي، التلاته اللي جنب بعض دول كده اهو علين عليهم دوت اللي في التي ار دي، التلاته دول التي دي اتش وتي دي وتي دي، يبقى حته واحده هكتب فيها مثلا ايه اشترك معنا مش عارف ايه صح كده. فعايز انا
اقول له لا انا مش عايز تي اتش وتي دي وتي دي، هما تي اتش واحده والتي اتش دي هتبقى بمقام ثلاثة، هتبقى بمقام ثلاثة جنب بعض، هتبقى بمقام ثلاثة ايه جنب بعض، عشان اقول له دي بمقام ثلاثة جنب بعض، فاجي كده اقول له التي اتش ديت خلاص كل سبان، كل سبان يعني ايه كولوم، يعني كولومز جنب بعضها ثلاثة بتساوي ثلاثة، اما الاثنين التانيين دول مش عايزهم، الاثنين التانيين دول مش ايه مش عايزهم. اصبح الوضع بقى معناه ان تي اتش دي بمقام 3 جنب بعض، كلمه كولز يعني جنب بعض خلاص، بقام بمقام 3 جنب بعض. لو جينا سايبنا كده شايفين عملها حته ايه، عملها حته واحده، هكتب فيها مثلا ايه ما بين تي اتش وسلاش تي اتش، هنا اقول له سبسكرايب ويز مي فقط لغير، معرفش هيبقى شكلها ممكن اعملها على اتش مثلا اتش 2 وفي الاخر سلاش ايه سلاش اتش 2. حلو، هاجي بقى في الخليه دي اللي هي اول تي اتش دي، هقول له مثلا اول حاجه يختار مين اسمه، طبعا اول حاجه مين النيم، طلعت لي الخليه اللي قدام النيم دي بقى اللي هي دي، هيبقى فيها تكست بوكس الراجل يدخل فيه اسمه، هيبقى تكست بوكس الراجل يدخل فيه ايه اسمه، يبقى هاجي كده من انسيرت مش مجموعه كومون بقى، المجموعه ايه فورمز اللي هي بتاعت الشاشات، قال لي فورمز تكست تكست فيلد هيدن فيلد تكست اريا مش عارف ايه، قلت له انا عايز مين تكست فيلد، الحته دي في الحته اللي انا معلم عليها دي تكست فيلد، قال لي تكست، قلت له ايوه تكست، قال لي اسمه ايه اسمه ايه، يبقى اسمه او مثلا اسمه ايه نيم، سميه فيلد نيم اف نيم اف مين، مش قصدي فيرست نيم قصدي فيلد نيم، قصدي فيلد ايه فيلد نيم، او زي ما انت عايز تميزه، انا عايز اميزه عن الحقل اللي هيبقى موجود في الداتابيز يعني خلاص، عايز اميزه عن الحقل اللي هيبقى موجود فين، ممكن اخليه اندرسكور نيم يعني عادي، وابدا بقى كل الشاشات بتاعتي تبقى كلها اندرسكور نيم اندرسكور نيم اندرسكور نيم، اي شاشه عشان اعرف اي متغير جاي من الشاشه يبقى بيبدا باندرسكور كذا، متغير داتابيز اكتبها على طول نيم يبقى نيم، فاهمني ولا مش فاهمني خلاص، فخلاص هبدا باندرسكور، قلت له اندرسكور نيم اوكي، قال خلاص يبقى انبوت النيم بتاعته اسمها اندرسكور ايه نيم، وده نوعها ايه طيب تكست، نوعها تكست عادي. طبعا انا دلوقتي طلع لي هنا زي ما احنا شايفين كده، في اي مشكله دي نيم ودي كلمه تكست فيها مشكله، كلام جميل، تدي اللي قدامها هنسيبها فاضي دلوقتي مؤقتا، اجي على اللي بعديها بعد الاسم ها الجندر مثلا النوع هل هو ولد ولا بنت، هروح كده على التدي برضو اللي قدامها اللي الحته دي، بس المره عايز اطلع اثنين راديو بطن اثنين راديو ايه زرارين، يدوس على كلمه ميل ذكر يتشال كلمه ايه في ميل، يدوس على كلمه في ميل يتشال كلمه ايه كلمه مين، دي اعملها ازاي، اقوم جايب من انسيرت برضو اتاكد ان انا فورمز وادور على راديو ايه راديو باتن، نازل راديو باتن راديو، قلت له قال لي اسمه ايه، قلت له اندرسكور جندر، قال لي قيمته ايه، قلت له قيمته ام، دي القيمه هتتبعت بقى للداتابيز، دي القيمه هتتبعت لمين داتابيز، تشيكد ولا ديسيبل، يعني تشيكد يعني متعلم عليه صح ان هو المختاره، ولا ديسيبل معناه انه ما يعرفش يختار خالص، تقول لا طبعا تشيكد بس تشيكد ايه بس داس اوكي، شايفينها ولا ايه اهي، انبوت النيم اسمه اندرسكور جندر نوعه راديو قيمته ايه ام وتشيكد مختار النيم، لو جيت سيفت كده بقى اهو صح ولا لا، عايز اكتب قدامه عشان الراجل يفهم ميل، ايوه كده صح كده، يبقى كتبت بعديه نفس الفكره بالظبط، عايز اعملها للفيميل ممكن اخد كوبو بيست، اخد دي كده كوبو بيست وممكن اروح اضيفها عادي من انسيرت زي ما احنا شفنا، انا هاخدها كوبو بيست، يبقى برضو انبوت النيم جي اندرسكور جندر برضو نيم اندرسكور جندر برضو، لكن الفاليو القيمه اللي موجوده فيها ايه
اف واكتب هنا كلمه ايه فيميل عشان منظر يبقى عامل كده. بس تشيكد ينفع اقول تشيكد؟ ما ينفعش. يا ده يا ده يبقى يكفي واحد او مش شايل تشيكد من دي بس كده. طبعا لو حاولت اجرب اف 12 او اف هنا اف 5 اهي اعلم على كلمه فيميل خلاص بيشيل ميل اعلم على كلمه ميل كلام جميل قوي. وهنا اقدر اكتب اللي انا عايزه. حد كده زعلان من حاجه؟ كله تمام. للي بعده الصف اللي بعده اللي الحته دي الحته دي بدوس على دبل كليك بيعلمني عليه هنا في الكود. قلت له بعد النيم والجندر ها السيتي ونقطتين في الخلي قدامها عايز اطلع راديو باتن اطلع كومبو بوكس. كومبو بوكس يعني ايه؟ حاجه زي دي كده يفتحها كده وايه ويختار الايه من القائمه. قلت له ماشي دي اسمها ايه؟ اسمها سيلكت. اسمها ايه؟ سيلكت. الكومبو هي دي اسمها سيلكت. اقول له ماشي اوسع كده ما بين دي ومسلاش دي هنا في الحته دي اقوم جاي من قائمه انسيرت واختار السيلكت اسمها ليست مشهوره بكلمه ليست او بكلمه منيو او بكلمه دروب داون دروب داون ليست او الكلام ده كله او كومبو كل دي اسماء ليها لكن هو الاسم الفعلي عندنا في الاتش ام ال سيلكت. سيلكت خلاص فقوم دبل كليك كده ومنزل سيلكت او كليك واحده. قال اسميها ايه؟ قلت له اندرسكور سيتي. اسميها اندرسكور ايه؟ سيتي. حجمها كام؟ قلت له مش مهم حجمها خالص. اوكي. طلع لي ايه؟ لو جيت سيفت اهي بس فاضيه. بس ايه؟ فاضيه. ممكن ادوس على ليست فاليوز. ليست يعني ليست فاليوز القيم، ليست القيم، احط القيم يعني. ادوس على ليست بس اتاكد ان انا واقف عليها الاول. واتاكد ان انا عند اندرسكور ايه؟ سيتي. وده طبعا دي اندرسكور جندر وانا بكتب كله سمول لو خدت بالك. ودي اندرسكور نيم كاتبها برده سمول. هقف على دي دبل كليك انا جوه دي اقول له ليست فاليوز هحط لك القيم. قال لي قول. قلت له اول قيمه جيزه هنا ايه؟ جيزه. هنا هرم. هنا ايه؟ هرم. هنا مثلا حد يقول لي اي حاجه؟ ها عايز اتنين كمان؟ اذر اذر يعني لو واحده غير دول وخلاص. عمل لي سيلكت جول. السيلكت دي حاجه اسمها اوبشن. اوبشن يعني اختيار. قيمته جيزه للجيزه. اوبشن تاني قيمته هرم للهرم. اوبشن تاني قيمته دقي للدقي. كايرو كايرو اليكس اليكس اذر اذر. لو شفناها كده عملنا ريفريش اهو اللي انت عايزه. مثلا اكتر الناس مثلا اللي بتخش اذر مثلا يبقى انا عايز اذر دي تبقى هي اللي ايه؟ ها؟ هي اللي ظهر اول واحده. يبقى انا ممكن اخش على ليست اوف فاليوز كده مش موجوده من هنا على طول مباشره. ماشي ممكن اجي هنا قدام كلمه اذر دي. شايفين كلمه اذر دي؟ وقوم جاي هنا بعد كلمة أذر وأعمل له سيلكتد. يعني إيه سيلكتد؟ هي اللي مختارة. هي اللي إيه؟ مختارة. جيت عملت ريفريش كده بشكل افتراضي هي المختارة أهي. اللي أنت عايزه بقى اللي أنت عايزه. أو مع أي صفحة تبدأ بكلمة أذر الأول. سيتي أذر حاجة من غير اللي موجودين. خلاص كده؟ ماشي. بعد كده مين؟ ها؟ الإيميل. الايميل في الخلية اللي هنا دي الحته اللي هنا عايز انزل انبوت تكست يدخل فيه الايميل بتاعه او منزل ايه تكست فيلد تكست النيم اندرسكور ايميل قيمته مش مهم قيمه ما فيهوش حاجه مكتوبه وخلاص بس كده. اوكي اللي بعد الايميل يكفي عشان ما نطولش. يوزر نيم وانا
انزل اليوزر نيم تكست فيلد اندرسكور يوزر نيم اوكي. بعد اليوزر نيم باسورد وهنا ننزل له من اندكس مش هقول له تكست فيلد هقول له هيدن فيلد مش هيدن فيلد اسف باسورد فيلد المفروض مش لاقيها نزل تكست فيلد وبعد كده اختار ان هو باسورد نزل اللي هو اختار ان هو ايه نزل تكست فيلد بس مش تكست اختار ان هو ايه نوعه ايه باسورد النيم اندرسكور باس اندرسكور ايه باسورد خليها كامله ماشي اندرسكور باسورد طويله بس خليها باس اندرسكور باس دايس اوكي خلاص كده بعد كده كونفيرم باسورد كونفيرم ايه باسورد كونفيرم باسورد انسيرت وانزل برضو تاني تكست بس اتاكد ان نوعه ايه باسورد والنيم هيبقى اسمه ري باس ري ايه ري باس اوكي وبعد الباسورد كونفيرم بقى فاضل لي كويتشن والانسر سؤال الامان كويتشن او سكيورتي كويتشن سكيورتي كويتشن بيبقى عباره عن سؤال هو هيكتبه او انت عايز تخليه يختاره زي ما انت حابب خلاص هاجي هنا وتقول له انسيرت تكست فيلد ممكن يكون سؤال كبير صح طالما كبير يبقى ما ينفعش تكست يبقى عايزين تكست بوكس كبير هتلاقي حاجه اسمها تكست اريا هتلاقي حاجه اسمها تكست ايه تكست اريا تكست بوكس كبير في سكرولنج ومنزله قال لي هسميه ايه تو اندرسكور كويتشن خلاص عدد الكولومز عدد كام عمود كده قلت له مثلا وليكن 10 او 20 عدد الروز اللي هم تحت بعض كده قلت له مثلا 3 مثلا اكن 3 صفوف يعني اوكي لو سيفت الكلام ده كله قال لي اهو ادي 20 كده وثلاثه اللي هم تحت بعض مثلا وبعد كده الانسر الاجابه اللي هو عايز يحطها على السؤال اللي هو حاطه بحيث لو نسي الباسورد بتاعه في اي وقت وعايز يرجعه ويطلع له السؤال فيجاوب الاجابه فايه يبقى خلاص فقلت له ماشي الانسر هيبقى من انسيرت تكست فيلد عادي تكست عادي اقول له النيم اندرسكور انسر مفيش فاليو ولا اي حاجه اوكي بس خلاص فضلنا الزرار عايزين نحطه في الخانه دي مش في خانه التي اتش بقى الاولانيه في الخانه الثانيه اللي هي دي عايزين زرار والزرار ده لازم يكون نوع سبميت اللي هو بيبعت الشغل لمين للصفحه عشان تبدا تتبرمج يعني او تبدا تنقل على البرمجه بقى من انسيرت فين سبميت بتن او بتن اهو بتن وحدد النوع ان هو عباره عن ايه عن سبميت بتن ده يبقى يبرمج جافا سكريبت سبميت بيشغل الكود ريسيت بيمسح اللي على الشاشه او يرجع الشاشه زي ما كانت خلاص بيريسيت يعني بيرجعها زي ما كانت اول مره كانك لسه طالبها او بيمسح الشاشه صح برضه سبميت اسمه ايه قلت له اسميه سبميت برضه قال لي قيمته المكتوب عليه ايه يعني كلها هتبقى اللي هيبقى ظاهر ظاهر قلت له هيبقى مكتوب عليه مثلا مسافه ريجستر مسافه اوكي خلاص كده لو جيت هنا عملت ريفريش طلع لي ادي الايه ادي المنظر بتاعي حلو عايز بقى احطه جوه الديزاين يبقى انا كنت مهيشه وارجعه فاكرين الديزاين كان هنا واحده واحده واشيل اللي هنا قمت مسيل اقفل الكود هنا عشان الديزاين هنا هيخرب خالص وارجع نعمل ريفريش طلع لي ادي الايه
هذا المنظر بتاعه حلو كل حاجة. بس أنا كنت شفت في الديزاين ده 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 من شوية كنت شايفه عارض من تحت كده بتاعت كومنت كومنت كان شكلها أشيك متظبطة عن كده. يبقى أكيد كانت كومنت دي متظبطة بإيه بكود سي اس اس وبتاع بحيث إن هو يطلع إيه شكله شيك. هل ينفع نستريه ونحطه هنا؟ لو مش عندك خلاص، لكن ممكن نقدر ممكن نقدر لو بصينا عليه. بص هقول له كان في صفحه اسمها ارتكل كانت موجوده اصلا من ضمن التمبلت اللي احنا جايبينها. لو جينا بصينا عليها كده بس في 12 اهي شايفين عامله ازاي بوست يور كومنت ومش عارف ايه وبتاع. طب يا سلام لو نعرف نطلعها بالمنظر ده مش لاقاش بوست يور كومنت دي صوره ولا ايه؟ مش عارف. المهم النيم الايميل الويب سايت قلت له ماشي افتحها لي كده لما نشوفها وتم فايند على مين النيم صح الايميل هو ده صح هو ده بتلاقي دي فورم والاكشن والميسج بوست والاي دي اي حاجه. كل الكود محطوط جوه ديفاي اسمها CMNTFS جوه ديفاي تاني اسمها BYCTBNGF مقفولة. لا ديفاي دي ملاش لازم ملاني مقفولة ملاش لازم. لكن المهم ان في ديفاي هنا الاول وبعد كده كل input باراجراف كل input بتعمل في ايه في بي input type التكست author size مش عارف ايه id كلام ايه وليبل وليبل معمول عليه ريكوايرد مش عارف ايه والى اخره. قلت له ماشي يبقى احنا ممكن نحط الكلام ده كله جوه الديفاي اللي اسمها بالاسم ده المفروض تطلع متنسقه. تعال نشوف خدت اسم الديفاي ده كده كوبي وجيت عند ساين اب دوت بي اتش بي. خد بالك دي معموله جوه الفورم ممكن تبقى عندك انت العكس ليش دعوه. المهم الديفاي دي محطوطه جوه مين جوه الفورم. انا برضو هاجي جوه ساين اب بتاعتي وبعد الفورم كده اقوم عامل ايه بيست هنا قبل الجدول واخر الجدول خالص اعمل ايه اقفل الديفاي سلاش ايه سلاش ديف صح كده وارجع هنا اشوف المنظر يبقى عامل ازاي واعمل ريفريش. ده كده الفورم كده ازاي اهي الارتكل الاصليه اهي ادي الفورم وبعد كده مين الديفاي وبعد كده كل انبوت في بي وسلاش بي. قلت له مش عارف يعني نعمل كل انبوت بي وسلاش بي نجرب كده واحد بس نجرب واحد بس اللي هو الانبوت بتاع النيم مثلا ده شايفينه الانبوت بتاع النيم. هل يا ترى لو حطيته ما بين بي وسلاش بي هيظبط لي المنظر بتاعه؟ راجع نعمل ريفيش زبطش. طب اقول لكم على حاجه ما اشتغلش معانا. طب ما تيجي نجيب لنا 2 3 من دول ونشوف. هات لنا 2 دول مثلا بتاع النيم وبتاع مين الايميل اكبرهم واحطهم. لو طلعوا بنفس الديزاين يبقى في حاجه احنا مش عاملينها مظبوط. لو طلعوا مش بنفس الديزاين يبقى في حاجه غلط خالص. خلاص ام مكبر دول في ساين اب بعد قبل ان سبسكرايب وزمي والكلام ده كله مش كان هم بعد فورم والديفاي على طول قبل التيبل بتاعنا والشغل بتاعنا هم عامل هنا ايه بيست وعامل هنا ايه بيست. واجي هنا بقى اعمل ريفريش لا طالعين كده طالعين كده عادي يبقى قد يكون بص بقى قد يكون في الصفحه بتاعه الارتكل دي احنا خدنا كوبي من صفحه الاندكس. قد يكون في صفحه الارتكل دي بينادي على ستايل شيت مظبط شكل الفورم شويه ممكن تعال هل ترى عندنا اكتر من ستايل شيت؟ نبص بصايه فين الفايلز بتاعتي. هو كان في ستايل شيت واحد اهو السي اس اس افتحه مش غير ستايل دوت سي اس اس ملف واحد. قلت له يبقى ممكن تكون الارتكل دي
صفحه الارتكل اللي كان فيها الديزاين بتاع الفورم اللي انا حاطه في دماغي ان انا لازم اطلع بنفس المنظر يعني. يمكن كان فيها ستايل من فوق ولا سلاش ستايل مظبط شكل الفورم ولا حاجه، مظبط شكل الفورم ولا ايه ولا حاجه. طب اعمل ايه؟ اقول له طب وريني الصفحه الاساسيه بتاعه الارتكل تاني، ادرسها تاني عشان اطلع اللي انا عايزه. وريني كده فوق هل في هنا اي كود؟ اه هنا بينادي على صفحه السايت شيت. ماشي، وكل ده موقفه موقفه. ده كود بتاع السيرش والناس جاوا بيه. مظبطه لك الهيدر اللوجو المين منيو. لوجن من كونتينر الليفت كولوم البوست في الاخر هتلاقي مين الكومنت. اه لا 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 ده في هنا شغل اهو تاني، لسه في شغل تاني بره قبليها. بص معايا بعد الديت في دفايه مش عارف بتنادى على سي ام تي ان يو بي ان جي اف 3. ماشي ما علينا من دي، مقفوله في نفس المكان فما تهمنيش. يبقى بتطبق على اللي ما بين الديف وسلاش الديف اللي هي رقم 3، مالناش دعوه بيها. اطلع من تطلع بره الموضوع. في ديفايس اسمها ايه؟ ها؟ كومنتس. وفي ديفايس ثانيه اسمها بتطبق كومنت. بعد كده في ديفايس ثانيه ايه؟ اه دي تقريبا ديفايس بتظبط الكومنتات اللي هي معروضه قبل كده، اللي هي في 28 فبراير حصل كذا كومنت، الكومنت الثاني، الكومنت الثالث، الكلام ده كله. وادي كومنت كمان بتاع حد ثاني. انتوا واخدين بالكم انا اقصد ايه؟ كان في كومنتات كتير يعني. لو جينا رننا الصفحه عشان تبقوا واخدين بالكم اللي هي دي، كومنت ده كده، كومنت ده كده، كومنت ده. فاهمين هو بيلعب على ايه؟ على الكومنتات اللي هنا دي. ماشي، انا عايز بعد الكومنتات دي بعديهم على طول. وادي في كومنت اخير 2008 2009 اخر كلمه باخر كومنت ايه؟ الستور استليتور قصده يعني. ماشي لا مظبوط، من اول الكومنت فورم الاكشن. ممكن الاي دي بتاع الفورم، اه ممكن يكون الاي دي بتاع الفورم هو اللي مظبط الشكل. ممكن الاي دي بتاع الفورم، اه ممكن يكون الاي دي بتاع الفورم هو اللي مظبط الشكل. تو طب ماشي اسمه ايه؟ سي ام ان اف تي اف ار ام. تو طب كبيره لي كده، تعالى عند ساين اب وخلي النيم بتاعها من ساين اب، خليه بنفس الاسم اللي هو متنسق ده سي ام ان تي اف ار ام وسايب. وتعالى تاني وريني مين الفورم بتاعتي خمسة، ما غيرهاليش برضه. هل انا ما سايبتش؟ لا مسايب، يبقى لسه مش اسم الفورم. الكلاس ده حطيناه صح، الديفاري حطيناها، الديفاري مقفوله في نفس المكان فملهاش لازمه عندي. خلاص المفروض كده مظبوط يعني، المفروض يعني. سي ام ان تي اف ار ام وسي ام ان تي اف اس الديفاي صح؟ احنا عاملين كده فعلا. سي ام ان تي اف اس الديفاي. طب اقفل الديفاي هنا، سيبك من التيبل بتاعنا خالص. عايز اعرف ليه الديزاين ما بيطلعش عدل زي ما احنا كنا متخيلينه. 12 اعمل ريفريش. اسمع برضو بنصيحتك، انا عنديش مشكله. تعال نشوف الارتكل دي، ادي صفحه الادل فورم بتاعت الايه؟ بتاعت الكومنت كلها صح؟ اخدها لغايه سلاش فورم، اخدها لغايه سلاش ايه؟ سلاش فورم اهي صح كده؟ مش عايزين حاجه قبليها ولا بعديها. هي محطوطه فين ما بين دفايه يا جدعان؟ محطوطه ما بين دفايتين اهو. في دفايتين قافلين على الفورم. قد يكون هم دول المشكله، قد يكون هم دول المشكله. المهم انا خدت الفورم بس كوبي. خلاص عشان التاكيد بس. قبل حاجه اي حاجه بره خالص، قبل كل حاجه تحت خالص اهو. هنا اهو كده، قمت عامل بيست. ماشي؟ ونجرب هنا، اعمل فيش
ممكن الليبل بقى عشان مش حاطين ليبل، بس انا خدت كوبي بيست منه يعني. طب لو شلنا الدبايه دي، ما دي الوحيده اللي ما كانتش متضافه عندنا. ولا اثرتش. اه مدين له اي دي صح، مدين له اي دي، اي دي اوثر واي دي ايميل. انت ما خدتش بالك الاي دي ده معناها ان الكود بتاع السي اس اس اللي منظم الشكل بيدور على الاسم اللي اسمه اوثر ده. فاحنا مش مسمين اي اي دي اسمه اوثر ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، ولا ايميل ولا الكلام ده كله. يعني احنا دلوقتي لو عملنا كنترول زي رجعت الشكل بتاعنا بتاع الساين اب زي ما هو خالص، واجي على بس حتى لو ما احنا عندنا انبوت واد النيم واد الاي دي بتاعه اوثر اهو، فاهمني ولا مش فاهمني؟ يعني هو في حاجة أكيد غلط برضو. أنا هرجع تاني أمسح ده كله ومسحت ده كله، خلاص رجعنا للفورم بتاعتنا والتيبل بتاعنا، ولسه ما زلت مصمم إن أنا هاخد نفس الديزاين. خلاص خد وقت أو ما خدش، لازم نظبط إن إحنا ناخد الديزاين بتاعنا. وأدي رجعت للوضع الأساسي بتاعنا خالص اللي هو من غير أي تنسيق من أي نوع، والنيم بتاع ال بتاع دي هو ده المتغير صح؟ وقمت جايب الفورم كوبي بيست اللي هي الفورم الاساسيه كلها اهي صح كده؟ الفورم الاساسيه كلها اهي، قمت مسيب وقمت جاي هنا عامل ريفريش. ادي الديزاين بتاعهم وادي الديزاين بتاعنا، تعالى واحده واحده لغايه لما نوصل للمشكله بحيث ان الديزاين بتاعنا يبقى نفس الديزاين بتاعهم بالظبط. هنا في فورم بوست واي دي، قلت له ماشي هناخد نفس الاي دي عشان لو كان مربط عليه اي تنسيق، لان الاي دي ما يهمناش. قلت له ادي اهو فورم واكشن وميثود وايه، احنا حطيناه في النيم، ما حطيناش في يا جدعان، ما حطيناش في الاي دي، حطيناه في النيم. صباح النوم عملنا دي اي دي كده كده. الوضع ممكن يختلف، كده الوضع ممكن يختلف، بس عشان بيت الحاجه عشان كل حاجه، لكن هو بدا اختلف فعلا. مفيش في عنده اي ايه اي مشكله يعني. قلت له ماشي، يعني كان بس ناقصين ناسين الاي دي، بس كنا حطيناه في النيم ونسينا الاي دي بس مش اكتر من كده. قلت له ماشي خلاص، يعني دي حاجه بسيطه. طب والديفا دي اسمها بي واي سي مش عارف ايه 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 دي تقريبا، دي اللي كان فيها بوست يور كومنت صح؟ احطها هنا كده وارجع اعمل ريفريش. ادي كلمه بوست يور كومنت، افترض انا عايز اغيرها، مش عارف لو كتبت في النص هنا مثلا ايه ساين اب هيغيرها ولا لا. كتبت فوقيها؟ كتبت اهي، يبقى تقول يبقى دي متثبته بقى، يبقى دي ايه؟ متثبته ان هي تبقى دايما كلمه بوست يور كومنت. تقول لا ما ينفعنيش، هضطر اروح اشوف الكلاس اللي اسمه بي واي سي تي بي ان جي اف ده، لازم اروح ادور عليه، لازم اروح ادور ايه عليه، ادور عليه فين؟ جوه ملف جوه سي اس اس ستايل شيت دوت سي اس اس او ستايل دوت سي اس اس، وجاي هنا في الكود ده اللي هو بيحدد التنسيق واقول له فايند الكلام ده البي واي سي تي بي ان جي مش عارف ايه، تقوم دور عليه اللي مش موجود. تقول له يا راجل مش موجود، هل هي صورة بتاعت معكون صورة؟ لو صورة مش عارف تغير فيها. صورة اسمها سبريد دوت بي ان جي، اتاكد ان هي صورة، لو كانت صورة يبقى خلاص ما بتطلعش غير كده عشان صورة صح ولا لا؟ اقول له كده وريني عند، اروح كده وامايل له عند الايمجز كده كليك يمين واقول له ايه اكسبلور، فرجني كده كان اسمها ايه هو؟ لا سبريد، سبريد هي دي كومبوست يور كومنت، هي دي
له لا فعلاش فعلاش خالص صح ولا غلطان فعلاش خالص فكليك يمين كده اقول له اوبن ويز بينت تحلي بالبينت تحلي بالبينت قلت له ماشي كبير لي بوست يور كومنت دي خلاص كبرتها قلت له خلاص من فايل كده ونيو خالص خدت بالكم انا علمت عليها خدتها كوبي ها قوم جاي هنا بتعمل ايه بيست خدين بالكم عملت ايه تعملها بيست قمت جاي هنا كده قمت شايل الكلمه بتاع بوست يور كومنت دي قمت جاي ايه كاتب مكانها هنا مثلا ايه سبسكرايب ويز مي سبسكرايب ويز مي طبعا اتعملت الصوره ليه لان انا عايزها بفونت معين او شكل شكله حلو او مش عارف ايه طبعا لازم يكون في فونت غريب لازم تكون صوره ليه لان ما اضمنش ان اليوزر اللي شغال الموقع يكون عنده الفونت ده ممكن يطلع المنظر سيء ممكن يطلع المنظر ايه سيء فممكن اختار من هنا كده واختار له اي ايه اي نوع خط يعني يعجبني واثبتها وايه وخلاص وبعد كده انادلها كصوره وبعد كده انادلها كايه انادلها كصوره بحيث تبقى تكون موجوده عندي في الموقع بالشكل اللي هو الصوره دي فقلت له ماشي اخترت الشكل دوت مثلا خلاص كده سبسكرايب ويز مي وقلت له ايه سيف قال لي سيفها لك فين قلت له على الدي بي اتش بي ماي وورك واكس اي ام بي بي اتش تي دوكس ها عاد البلوج ايمجز قال لي ايوه قلت له دي اسميها ايه سب سكرايب طبعا دوت بي ان جي دوت بي ان ايه بي ان جي سبسكرايب دوت بي ان جي قلت له سيف يبقى احنا كده في الحته دي ممكن نقدر دلوقتي ارجع لصفحه السان اب بتاعتنا بدل الدفايه دي اللي كانت بتنادي على الكلمه قلت له لا ممكن نحطها هنا بقى كايه ايمج صوره صح اقول له الاس ار سي بتاعها قال لي فين براوز دوس انتر قلت له جوه ايمجز اسمها سبسكرايب اهي دوست اوكي وقمت قافل كده عشان ايه الجانب الرسمي اللي احنا عايشين فيه قمت جاي هنا قمت عامل ايه نفنش ماشي كده عدى الزق كده سنه شويه ممكن احط قبلها كده ايه ان بي اس بي مرتين ثلاثة كده عامل ريفريش مش اتزقت سنة بس لسه شوية كمان صح؟ او واخد كمان شوية مسافات ثلاثة كمان ولا تزعلش روحك عامل ريفريش طبعا كان معمول على خلفيه بدا شويه كنت اخترت الخلفيه دي بتاعه المسطره دي ماشي او كنت اخترت لها لون غريب هيبقى ماشي برضو المهم ارجع بقى النيم دي زي ما كانت واشيل اللي موجود فوق ده عايزين الزرار يبقى يطلع بالمنظر ده ما يطلعليش بالمنظر ده يبقى شكله مش مفهوم ده عباره عن ايه عايزين نخليه بنفس شكل الزرار ده يعني خلاص فممكن اروح اشوف برضو الزرار ده كان معمول شكله عامل ازاي في الفورم الاصليه كان انبوت تايب سبميت تعرف ايه 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 الاي دي سبميت الاي دي ايه يبقى اكيد هو شغال على الاي دي يبقى اكيد هو شغال على مين يبقى انا اروح على الزرار بتاعي بتاع الريجستر بتاعي بس اقول له اقول له ان الاي دي بتاعك يبقى اسمه ايه سبميت بحيث لما يجي يطلع يطلع بنفس الايه بنفس الشكل اللي هو ده تعال نجرب اعمل ريفريش مظبوط ظبطنا العرض ارجع دي بقى بدل المسافات اللي كانت موجوده فيها وخلاص واشيل الفورم اللي كنا بنغش منها صح اشيل بقى الفورم اللي كنا بنغش منها دي خالص خلاص كده مهمتها انتهت بالنسبه لنا نشيل كل الفورم القديمه اللي احنا كنا بنغش منها الديزاين هي دي مع السلامه و كان في مسافات حطينا احنا قبل النيم قبل ايه قبل ايه قبل النيم كنا حاطين لها بي كنا حاطين لها ايه في باراجراف لا مش عايزين ولا باراجراف ولا حاجه الكلمه اللي هي
وسبسكرايب وزميلي خلاص بقى شكرا. التي ار دي كلها ما بقتش محتاجينها خالص اللي فيها سبسكرايب وزميلي، احنا عملناها صوره اصلا هي ونادينا لها صح، ما بقتش عايز الصف ده خالص. واعمل ريفريش شغال. الميلو في ميل اخي فيري اخي يعني عايزينهم جنب بعض او ايا يعني كان الشكل. ترو فين هما اهو، ادي الانبوت بتاع الميل وادي الانبوت بتاع مين بتاع الفيميل. ما اعرفش ليه هو عملهم بالشكل الوحش ده. ممكن اقول له نو بي ار. نو بي ار يعني ايه؟ نو بريك، ما تعملهم ليش على سطرين، تعملهم ليش على مين على سطرين، واقول له سلاش نو بي ار وسلاش مين. نو بي ار دي يعني كل في النص ده تعمل على سطر واحد، كل في النص ده تعمل على مين على سطر واحد. اجي هنا كده ومعامل ريفريش اه على سطر واحد، بس كل واحده في حته في ملكوت اخر. انا مش عارف ايه خلاص طلعت الكلمات متفسحه خالص، كل واحده بعيده عن الثانيه ب 100 متر. بس طلع على سطر واحد. طب اخد الميل دي احطها في الاول اشوف برضه هيبقى نفس البعد كده. يعني ترجع اخلص بي تي دي دلوقتي. ممكن اشيل بقى ايه نو بريك اصلا على سطرين. اعمل ريفريش يا راجل. ايه الاخي ده؟ ايه العك ده؟ عملت مسافة كده عشان الزق شوية، يعني محتاج ازق كمان بحيث يكونوا قربوا بعض. يعني الى حد ما اتظبطت شوية لغاية لما نشوف لها حل عشان ما نضيعش وقت اكتر من كده. وبكده اكون عملت الصفحة بتاعتنا، بس برضو في حاجات طايرة هنا واخدين بالكم؟ اه دي حاجات برضو مش مظبوط، حاجات جايه على الشمال كده. لو تيجي نعمل الجدول ده في السنتر مثلا، يعني التبل ده جاي قايل له ايه الاين سنتر مثلا. اعمل فيش ماشي كده شغال كده تمام. يعني وصلنا الى 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 حد ما المنظر بتاعنا بقى معقول بتاع الريجستر. وهنا بيدخل البيانات اللي هو عايزها. وهنبدا دلوقتي ايه يعني بعد ما حددنا الديزاين ووصلنا للشكل اللي كان على خيالنا او كنا متوقعين يطلع بيه، ونبدا نشوف بقى هنبرمجها ايه ازاي.